ولا مثلا معتز مطر تيقول لك هذا هو اللي غنى الديسك على السيسي ودار 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 ومن بعد تيبان الديسك ديال الزعر هو الكريه اللي كيغني، وهذاك خطا اعلامي. يعني دابا كلشي في مصر ولا اللي سمعوا اللي ما تيعرفش لكناوي تيسحب له كناوي هو اللي غنى هذيك الديسك، فهمتيني؟ تتوجه بنادم في الدايركشن اللي هي غالطه. لا 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 نهائيا، قناوي ما عمرو ما غنى على شي رئيس مصري. قناوي تيغني على داكشي اللي كيعيش واللي كيعيش الشعب واللي كيعاني منه الشعب، وداكشي اللي كيغنيه هو القناوي، فهمتيني؟ قناوي تيغني هو، يعني قناوي ما تقدرش تسمع شي واحد اخر عنده الصوت بحاله ولا تيغني بحاله ولا تيناقش بحاله ولا تيكتب بحاله، فهمتيني؟